هل أنتم مستعدون لكشف الجانب المظلم لكرة القدم التونسية؟ استعدوا لمواجهة الواقع. تخيلوا مكاناً تحولت فيه هتافات المشجعين إلى صرخات خوف. مرحباً بكم في الفيراج، قلب ملاعب كرة القدم التونسية. كانت هذه المساحة يوماً ما نابضة بالحياة والهتافات والصداقة، لكنها أصبحت الآن منطقة خطرة تهيمن عليها أعمال العنف والفوضى. عاماً بعد عام تتلاشى روح اللعبة ليحل محلها واقع وحشي. المشجعون الذين كانوا موحدين بحبهم لكرة القدم يخشون الآن على حياتهم. بريك تايم أون فيفيدي. تسللت العصابات إلى المدرجات، محولة المباريات إلى عرض لسمعة الشوارع بدلاً من الروح الرياضية. ولت أيام الاحتفالات السعيدة. الآن يتم إبعاد المشجعين المتحمسين، تاركين وراءهم قشرة فارغة لما كان عليه الحال. تنتشر المخدرات والأسلحة والعنف الذي لا معنى له، مما يلقي بظلاله على جوهر اللعبة الجميلة. إن ثقافة كرة القدم في تونس التي كانت مصدر فخر أصبحت الآن ملطخة بالفوضى. في عام 2024 أصبح ما ينبغي أن يكون احتفالاً مشتركاً بالرياضة تجربة مروعة. It's fun بس ولا يمكن هيستيونا تولي جد لعبة من الظلال.